حبيبي هيدا، ممكن تحدثنا عن صاحب الضريح؟ صاحب هذا الضريح هو إمامنا وحبيبنا الحبيب الحسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس ابن الحبيب صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ويلقب الحبيب عمر ويكنى بأبي حسين، كنية الحبيب عمر أبي حسين. من هو حسين؟ هو هذا حسين بن عمر. هذا الحبيب من أولاد الحبيب عمر، وقد بشر به شيخه الحبيب حسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم، فقال له: يا عمر، سيأتيك ابن اسمه كاسمي، يعني حسين. وبالفعل جاء هذا الحبيب وتزوج عند الحبايب الجفري، وأولد هذه الحبابة رقوان بنت عبد الله بن أحمد الجفري 4 أبناء، اللي هو أحمد بن حسين، وعلي بن حسين، وعبد الله بن حسين، ومحسن بن حسين اللي هو صاحب هذا الضريح المنصب محسن بن حسين. ثم تزوج هذا الحبيب أيضا عند الحبايب آل الحبشي بنت الحبيب عيسى بن محمد تلميذ الحبيب عمر بن عبد الرحمن، وجاءت له عمر بن حسين صاحب نفحون، وعبد الرحمن بن حسين، وأيدروس بن حسين. ثم تزوج هذا الحبيب أيضا الحبابة سلمة بنت بايزيد، وأولدها جدكم الحبيب طالب بن حسين، وجدنا الحبيب حسن بن حسين، والحبيب حمزة بن حسين. فجملة أولاد هذا الحبيب حسين بن عمر 10 أبناء، 4 أخوالهم آل الجفري، و3 أخوالهم آل الحبشي، و3 أخوالهم آل بايزيد. هذا الحبيب عمر له تلاميذ كثر، ومن تلاميذه ابنه الحبيب علي بن حسن بن عبد الله بن حسين صاحب المشهد. هذا الحبيب حسين شيخ الحبيب علي بن حسن، حتى أن الحبيب علي بن حسن صاحب المشهد يقول: حسين شيخي إذا كلا لشيخه ركن، يعني رجع حسين منه أخذت الكاس من غير دن. الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس قبل أن يموت جمع أولاده وقال: الخليفة بعدي هو حسين، يا سالم ويا عبد الله ويا عبد الرحمن، لا تقطعون أمرا دون حسين، فإنه أعلمكم وهو خليفتي وهو بشارة شيخي. وبالفعل كان الحبيب حسين بن عمر جاء بأولاد، وجاء بهذا الحبيب المنصب محسن بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس. وأيضا من أقران الإمام الحداد أن الإمام الحداد أثنى على الحبيب حسين بن عمر، وقال أن الحبيب حسين بن عمر أنه ابن العارف بالله عمر بن عبد الرحمن العطاس، ولم تبقى لي حاجة في الدنيا إلا النظر إلى وجهه على الحبيب حسين بن عمر. والحبيب حسين بن عمر لما سمع قولة الإمام الحداد قال: وأنا لم تبقى لي حاجة في الدنيا إلا النظر إلى وجهه. فهذا هو حسين بن عمر. فأولاد الحبيب عمر 4 أولاد الآن آل العطاس في العالم كما قلنا ينتسبون إلى هؤلاء 4 اللي هو حسين، وأبناء حسين 10، وسالم الذي في القبة، وعبد الرحمن، وعبد الله، 3 في قبة الحبيب عمر موجودين عند الحبيب، والرابع هو هذا الحبيب حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس. على نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسر هذا الإمام، وأن يرزقنا بركته، ويعيد علينا من أسراره، وهو إمام عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحنن روحانيته علينا وعليك. شكرا يا حبيب هيدا.